محمد خليني أبدأ معاك الأول باتحاد كرة القدم وبعض القرارات اللي تم اتخاذها في آخر اجتماع لاتحاد كرة القدم. طبعا يا كابتن، يوم الاحد كان في اجتماع مجلس اداره لاتحاد الكره المصري، خدوا اكتر من قرار، طبعا بينها طبعا الاهم هو تشكيل لجنه الانضباط بوجود قامات محترمه جدا تدير بقى لجنه الانضباط، واللجنه حتى اللي كانت موجوده قبل كده لجنه الانضباط طبعا برئاسه المستشار محمد عبده صالح كانت برضو لجنه يعني قامات كبيره جدا طبعا. فبشوف ان وجود اللجنه دي، وجود لجنه الانضباط ومعاها لجنه اللي هي برضو فيها القيم والاخلاق، دي لجنه مهمه جدا للكره المصريه. وايه لجنه رصد الاعلام؟ معلش بص يا كابتن، هو ده من حق اتحاد كرة القدم ان هو يعمل لجنة لرصد الاعلام؟ هي لجنة هيبقى فيها اللي هم زي المركز الاعلامي بتاع اتحاد الكرة المصري، اللي هو لرصد اي تجاوز ضد اتحاد الكرة المصري من التجاوزات اللي انا وصلت له، مش النقد، التجاوزات يعني. لا لي كده ده طبيعي. اتقال لي التجاوزات اللي هي تبقى في حق اتحاد الكرة المصري، عشان لو هم عاوزين ياخدوا اي اجراءات ضد هذا التجاوز يعني. لكن طبعا كان اهمها تشكيل لجنة الانضباط، طبعا هتكون مفيدة جدا للكرة المصرية خلال الوقت اللي جاي، خاصة ان هم قامات هيقدروا ان هم يعملوا رابط بشكل كبير جدا، و كل شيء يعني يبقى موجود بالنسبه للقرارات اللي تبقى فعاله تخص الكره المصريه. كان برضو في قرار تاني، وهو خلفا لكابتن عصام الحضري تم تعيين الكابتن السيد السويركي، طبعا مدرب طلائع الجيش السابق، مدرب لحراس مرمى المنتخب الاولمبي، كلنا عارفين اللي حصل ورحيل الكابتن عصام المفاجئ، فخلى طبعا اتحاد الكره المصري قرر ان هو يتعاقد مع الكابتن السيد السويركي وبلغوه، والنهارده كان عقد جلسه مع روجيرو ميكالي لاول مره من طبعا وقت تواجده، بيستعدوا لمباراه زامبيا في مارس اللي جاي، مباراه ذهاب واياب للتاهل الفتره اللي جايه. كمان الكابتن الدكتور جمال محمد علي برضو يعني اعلن كده عن بعض الرخص الجي تقول لي ليه طيب الدي والبي والايه رخص رخص بس طبعا رخص رخص يا كابتن اسلام رخص بس مش الرخص برضو اللي احنا منتظرينها لسه يعني، لسه دي بعض الرخص كده البسيطه، ولكن نتمنى لا يعني ايه مش الرخص اللي احنا منتظرينها يعني لبعض الرخص البسيطه. حلو، هي رخص يا كابتن لكل الناس يعني، موجوده لكل الناس. احنا عايزين تطوير بشكل اكبر ومحاضرات بشكل اكبر للمدربين، احنا بنتمنى دي خطوه كويسه وخطوه فعاله، بس احنا بنتمنى يكون اللي هي الخطوه بشكل اكبر من كده كمان، ويكون نعرف لا احنا لما بنلاقي حاجه كويسه بتتعمل من اتحاد كره القدم والله بنبقى سعداء ومبسوطين، وبنطلع نقول وبنشيد ونقف معاهم، بس